أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الرجال وأجدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد. فأنا عايز أسأل، يعني في مشاكل أساسية قد تواجهنا في المجتمع، فمن ضمن المشاكل هي واحد مشكلة اليقين في الصلاة، الخشوع. يعني تلقى الواحد أول ما يقدر يصلي تفكيره كله في حمومه، يعني نسبة للضيقات العيشية وما شابه ذلك، فالواحد بقى يعني تفكيره كله شنو بس؟ يعني المستقبل وما شابه ذلك والماديات، فخشوع بقى ما في الصلاة والله بأمانة كده. والشيء الثاني بالنسبة لأخواتنا، يعني تلقى البيت متبرية لمرحلة يعني تلقاه بعد أسبوع بعد شهر تلقاه يتخير لونه من كانت قدرة، تلقاه بقى شنو؟ صفرة. فالمجتمع بقى ما يتقبل البنات باللون الأخضر، فدي مشكلة حقيقية والله، يعني نلقى إسلاميين كده. والحاجة الثانية والأخيرة هي مشكلة واحد سألني سؤال، قال لي ليه القرآن ده ما فسروه بلغات تانية لفظا وانا إلى اللغة الإنجليزية، ليه بس باللغة العربية؟ فبارك الله فيك وجزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، صلى الله عليه وسلم وبعد. المسألة الأولى ذكرها أخونا هي مسألة الهم والتفكير في الصلاة ومسألة الخشوع. أول شيء الزول اللي بيخشع يا جماعة في صلاته ده يعني هو ممدوح أولا، وهو موعود بالأجر العظيم عند الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى قال قد أفلح المؤمنون، وذكر صفاتهم، ومن أول هذه الصفات قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالإنسان كونه يخشع لله سبحانه وتعالى ده أمر عظيم، والإنسان يؤجر عليه. وهذا الخشوع كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد السابع وهو كتاب الإيمان، الخشوع ده بأمور، يعني إنسان بيخشع قلبه ينكسر لله سبحانه وتعالى، وجسده يخضع لله سبحانه وتعالى، ولا يكثر من التحرك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقل في ذلك الآثار عن السلف. فكونه انت تكون ثابت في الصلاة وبصرك في الأرض وقلبك منكسر لله سبحانه وتعالى وما بتتحرك في الصلاة، وبعدين القرآن اللي بتقراه إذا انت بتصلي براك أو بيقروه عليك في الصلاة الإمام بيقراه، تتأمل فيه وتتدبر فيه وتتذكر الآخرة وتستحضر أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى، ده أمر عظيم. لكن كون الزول في صلاته عنده هم، شايل هم بيفكر في شيء وخش في الصلاة وتم الأركان تامة، بيقرأ الفاتحة تامة وإلى آخره، ويركع ركوع تام ويقوم ويسجد سجود تام وإلى آخره، صلاته صحيحة. كونه فكر في شيء يعني ما مدبر التدبر المطلوب، صلاته صحيحة. وإلا لو كانت ما صحيحة ما كان شرع للمسلم سجود شنو؟ السهو، لا الإنسان بيسهو. فصلاته صحيحة. لكن أخونا ده جزاء الله خير، يعني ده يلفت انتباه الناس لأمر مهم، وهو أن الإنسان يفكر في الآخرة، ما يكون همه بس الدنيا شايل هم، لما في الصلاة تعبان وإلى آخره، وناس كتار جدا. ومرات انت بتشيل هم صحيح، لكن أقصده الله أعلم الهم المذموم، وإلا مرات انت في الصلاة بيكون في حاجة شاغلاك وشغل شغل شديد جدا. يعني أنا في واحد قريبنا ذكر لي قصة غريبة مضحكة جدا، ونجاين من البلد الجزيرة جايين الخرطوم، بعدين واحد جاء من السعودية وزول طيب كذي، المهم من قرائبنا نحسبه، والتاني ده تاجر، التاجر ده هو بيحكي لنا تاجر مفتح. بعدين التاجر ده قال لي مسكت ذا القروش وذاك شايله ومشينا، قال جينا المينا البري في الخرطوم، قال جينا نصلي الظهر، قال انا جيت كبرت الله اكبر الظهر، وذاك كبر جنبي والقروش بدل الكيس خدته قدام، قام خدتها شنو محل النعلات، طبعا ده ما بتفهم شي في الصلاه، قال الصلاه شغاله وانا بعاين، هو ده مع تاجر بعاين قدام كذي الكيس لقيته ما فقع، قال قلت له يا مجدوب في الصلاة مجدوب كيس وينه؟
والله صلى شغال هو حكى عليه البراوة القصة ذاك ود خالته قال الكيس ورا قال ياخذ الكيس بخدته ورا شال الكيس خدته قدام فانت انت ما تسوي حاجة زي دي انت دار تخشع هيئ نفسك عشان كي الرسول عليه الصلاة والسلام انت ما تفتكر انا ذكرت لك القصة دي ساي لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البخاري وفي غيره لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان خدت لك الغداء والصلاة قاموا انت الواجب عليك اول شيء شنو تتغدى بعد ذاك تمشي الصلاة ابن باس قال لكن الزول ما يتخذ ذريعة وحيلة ما يخدت الغداء إلا وقت الصلاة ما يتخذ ذريعة لكن إذا أخذت الأكل أو جل أكل والصلاة قيمت بعد ذلك شنو تأكل وبعد ذاك تمشي للصلاة وبعدين لو محبوس وهو يدافع الأخبثان البول والغائط لو محبوس أيضا لا يصلي حتى يقضي حاجته ده كله ليش شريعة شرعته وأمرت به عشان إنسان يا جماعة يخشع في صلاته لله سبحانه وتعالى والزول والله لو خشع وانكسر لله لذاق في هذه الصلاة حلاوة ولذة يتمنى أن لا تنقضي الصلاة يعني مع هذه اللذة فإنسان يخشع في صلاته أما الهم للدنيا كون الزول عايش وقايم وقاعد للدنيا ويخش في الصلاة هم الدنيا ومر الصلاة هم الدنيا ده الكلام المذموم اللي انصب عليه وحاول شنو الأخ السائل فدي مشكلة انت شايل هم ليه انت شايل هم ليه يا جماعة حديث في البخاري ومسلم عشان امشي للنقطة الثانية والثالثة ان شاء الله تعالى حديث في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة أسمع الحديث ذا كويس قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك بعد 4 شهور في بطن الأم شوف 4 شهور لسه جسمه ما اكتمل يعني الكمال الذي يعيش به الكمال المعروف العالي قال لك العادي المعروف قال ثم يرسل إليه الملك عمره 4 شهور في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات لو فكرت في الكلمات الأربع دي انت بعد ذاك شنو تاني ما بتشيل هم كثير للدنيا دي والله قال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها عشان كذا الحديث ذا فيه فوائد من أنت في بطن الأم قبل ما تمرق الملك بيكتب بأمر من الله تعالى بيكتب 4 كلمات وعليك الله فكر في الكلمات دي الزول يا جماعة مش بيمرق للدنيا دي بياكل وبيشرب وبيعمل وبعيش حتى نجل ويتم أجل ما مكتوب يتم حتى بعد ذاك يموت مش هو كذي هو قال لك قبل ما يوريك إنك بتعيش أو قبل ما يكتب العمل والرزق قال فيؤمر ثم يؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله يعني قبل يكتب الأجل بيكتب شنو الرزق شغلة دي مكتوبة بدري جدا بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد مكتوبة الليلة الليلة فطرت بشنو ولا ما فطرت لاسي مكتوبة دي في اللوحة المحفوظ والله انت شايل هم ليه هو أكثر الناس هم انت قال أكثر الناس لقيتهم همهم حاجتين وده الموضوع الثاني والله يا البنات شفت الطلبة ذيل
نايم وصاحي شباب يعني مو جتوا براكم شباب عامة يط يا شفت النساء بنات والفنانين وتعين الأوهام ديلك وديلك برضو يا القروش بس في ناس تانين عندهم هوس تاني المنصب واحدين تانين عندهم هوس ثالث تعين الكورة ديلك ووك ميسي ورونالدينيو ذاك من ما بعد كريستيانو ودمنو فلان واحدين تانين بتاع مصارعة وبوشم وتلقى يتطح في الباب ويأكل في المخبازة ويشرب في اللبن ويجي كل يومين يقول لك لا ما زادا انت ظهر تعمل بين شنو زادا تعمل بين واحدين تانين بتاعين أوهام كل الناس الهمون البدي ده النوع الثاني السؤال الثاني البدي اللي تبرجت دي ذاتها ما عندها هوس والله وكونه تشيل الهناء تغير لونه ده ما الشيطان زمان ما قال الكلام ده ولآمرنهم فليغيرن خلق الله خلق الله انت يا اخي الله جابك كذي جمالك ذاته في الشكل ده والله الزول الله جابه بلون معين جماله في اللون ده إن مش غيره بخريبة والتاني نفس الشيء وفي الطول ذاته جابه له فلذلك ده أو ده نوع من الابتلاء فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما في صحيح مسلم قال قوم لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت أي المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا فالبيت هم ما دار بعدين برضو دار تتزوج وذاك الولد هم البيت وتلقاهم قاعدين بالليل واحد مشغل سماعات ودموعه سائلة بتبكي مالك ولك والله شايل جراح وجواي نغم بداك بيوهمه طبعا والعيب الشوق وإلى آخره والرئاسي جابوا أحداد برضو وشغالين وتعرف النهاية الناس زي القلب ذاته زهجوا كذي حبوا 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 بالباطل لما انقلبوا ذاته مرة لقيت في رفاعة غنية شغالة قال أخير العزابة قلت ده كتمت معه مرة واحد والله الذي لا إله غير شغالين وأسي أنا قاعد في محل في هناك في مدرمان المرأة كل يوم يجيبوا لنا واحدة حفلة شغالة بتدقة أهالي صعبين أزعل طرش قد شقة نازل ما كتمت معهم والله ما شفت عمك داك بتاع يا رئيس وقف المركب ده دار يغرقهم معه يا رئيس وقف المركب خلي الشباب يركب أوكي إلى آخره ولقيته في البياع وشنو أبعرف وقال لي لا لا وبعدين شنو وأبويا مراقبني النازل المج داري لخبتوه انت ملاوز ما أبوك ليه انت ملاوز ليه وكلهم ولو مرة في الأسبوع نتكتك الموضوع ذاته موضوع ده والله ولقيته في اللفة والألم اللي عليه خفة يا تو ألم ومصائب كثيرة جدا التالت ده شنو والله بتاعي مصائب الناس والله والله كيف يا جماعة قاعدين تلقى يبكي انت تشغل قرآن عين لك وذاته تقول ده الرغية يقول لك وقفوا وقفوا تشغل محاضرة يكشف لك فوق وتحت يعاين لعلامة الجودة هناك الماركة كلها ده يجي الفنان ده يقول له ما مشكلة ويدخل في مشكلة يفكر فيها أسبوع ده يبقى مشكلة وما مشكلة ومصائب ثقيلة جدا التالت ده نسيته التالت فينو أيوة جزاك الله خير مسألة القرآن يفسر باللغات الأخرى وده موجود ما دي بسموها الترجمة انت القرآن ما بتشيله من لغة اللي لغة النازل بها وهو يعني وهي اللغة العربية ما بتحوله لشنو للغة تانية بلفظه باللفظ لكن المعنى التفسير يعني مثلا قال تعالى في القرآن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ما بجوز لك تقول بالروتانة قال تعالى وتقوم تجيبها بالروتانة ولا بالإنجليزي ولا بالصيني تقول قال تعالى وتجيبها كذا لكن بجوز لك الآية دي تفسرها مش فسرتها والمراد كذا وكذا وكذا تقوم تنقل التفسير بلغة تانية تقول يأمر الله بكذا كذا وكذا أو تقول قال تعالى تقوم تجيب الآية باللغة العربية تقوم تشرح عليهم شنو بلغة
لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فالرسل بيجوا بلسان القوم، ولسان هذا يعني قوم، لسان قوم النبي صلى الله عليه وسلم العربية، اللغة العربية. عشان كذا رب العزة والجلال أنزله بلسان عربي مبين. والكفار لما اتهموه وقالوا علمك يهودي إلى آخره، والقرآن جبته من اليهود، رب العزة والجلال رد عليهم قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والقرآن ده بليغ، لغة ذاته كونه باللغة العربية دي فيها بلاغة، بلاغة عظيمة جدا، إنسان إذا تأملها يعني وتفكر فيها ودرسها بعلم. فإنت القرآن تترجمه باللغات الثانية، تقول والله قال تعالى كذا، تقوم تورينا التفسير باللغة الثانية، والفيه خير من الكفار إن شاء الله إذا سمع يعني الحق فيستجيب ويرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. تعال نفتح فرصة